في إطار حرص وزارة الداخلية على دعم الأسر المصرية في المناطق الأكثر احتياجاً كذا المرأة المعيلة، وصلت الوزارة فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان. احنا ولادك يا بلادي بتجري في دمنا، احنا اللي لما بتنادينا معاك كلنا. وزارة الداخلية تسعى وفي إطار دورها الاجتماعي إلى دعم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم. في هذا السياق واصلت الوزارة فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان، التي تهدف إلى توزيع مساعدات عينية على المواطنين في المناطق الأولى بالرعاية، بخاصة على السيدات المعيلات، وهو ما يتوافق مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة. احنا مصر ومصر احنا بكل صوت، والحكاية ربنا يخلينا سعادة الرئيس، ودايما يكون فاكرنا كده دايما يا رب كده دايما. شكرا يا تيتا، خلينا لك يا تيتا، تحيا يا مصر. وشرطه قويه في ظهرنا يا مصر، ياللي شمسك لا يمكن تغيب، انا جنبك تملي ومنك قريب، انا ادي لك هديه وقد المسؤوليه، وشرطه شعب احنا ايدنا واحده على الغريب. في كل جيل بطل تملي شايل اسمها. قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية ومديرية الأمن قام بتوجيه مأموريات إلى المناطق المستهدفة على مستوى الجمهورية لتقديم الدعم والمساعدة لقاطني تلك المناطق، الذين أشادوا بالدعم المتواصل الذي تقدمه وزارة الداخلية لهم، والذي يأتي كجزء رئيسي من الاستراتيجية الأمنية في جانبها الاجتماعي. كل واحد فينا شرطة ولا شعب، يا مصر ياللي شمسك لا يمكن تغيب، انا جنبك تملي. مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان تضمنت في مرحلتها الثالثة بالتزامن مع المساعدات العينية قوافل طبية من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، قامت بإجراء الكشف الطبي على المواطنين وصرف الأدوية اللازمة لهم في إطار الحرص على الارتقاء بالرعاية الصحية المقدمة لقاطني المناطق المستهدفة. في قوافل طبية على دكاترة من القاهرة على أعلى مستوى تبع وزارة الداخلية، كشفنا وخدنا العلاج وكل حاجة زي الفل، كل حاجة حلوة، وربنا يخلي الرئيس. كنتش متوقع الخدمة ولا كنت متوقع المقابلة دي بصراحة، متشكرين سيادة الرئيس. نشكر سيادة الرئيس على الخدمات الطبية اللي هو عاملها لنا، وكشف مجانا وعلاج مجانا، ونشكر وزارة الداخلية على هي الدور اللي قايمة معانا. نشكر سيادة الرئيس لأن دي في كل مكان هنا في الصعيد عندنا. وتأتي هذه المبادرة الإنسانية في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل دورها في دعم المواطنين في كل مكان على أرض الوطن لتخفيف الأعباء عنهم. بلدي كانت زمان وبلدي التاريخ من بعدها، وكلنا